دخلت الاحتجاجات في إيران على خلفية وفاة شابة مهسا أميني أسبوعها الخامس، وشهدت طهران وعدد من المدن الإيرانية تجمعات مختلفة في عدد من الأماكن العامة والجامعات. وسعيا لاحتواء الأزمة، دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى منح الشباب دورا فعالا في صناعة قرارات البلاد كما في مؤسساتها الرقابية. المرأة، الحياة، الحرية، شعار أطلقه المحتجون في إيران. صداه لا يزال يتردد على ألسنتهم مع دخول الاحتجاجات أسبوعها الخامس. في مجموعات ينتشرون في مناطق مختلفة من طهران والمدن الإيرانية، يرفعون سقف مطالبهم. احتجاجات تصاحبها شعارات تكتب على الجدران هنا وهناك، وإغلاقات يقول المحتجون إنها إضراب، وتقول الحكومة إنها خوف من أعمال الشغب والتخريب. لكن الحراك الطلابي المستمر كان ولا يزال المحرك الأساسي للاحتجاجات. قمع الاعتراضات وإنكار الواقع لا يحل المشكلة، وإنما يجب تحقيق تطلعات الشعب الذي هو ولي نعمة النظام. في مشهد آخر من الاحتجاجات لا يغيب العنف عن الصورة، يرتفع عدد القتلى بحسب مصادر إيرانية معارضة. بالمقابل تكشف السلطات عن قتلى ومئات الإصابات بين رجال الأمن وقوات التعبئة البسيج. بغض النظر عن مساحة رقعة الاحتجاجات، فإنها مستمرة بمكوناتها الشبابية هذه المرة في الساحات والشوارع والجامعات. بالمقابل تحاول السلطات مستخدمة جميع أدواتها تهدئة الأوضاع. رسمياً إصلاح الهيكليات والسياسات والقوانين في المجال الثقافي هو العنوان. منح الشباب دوراً شريكاً في صناعة قرارات البلاد هو ما يعد به الرئيس الإيراني. كلام جاء في مؤتمر لم تخلو كلمات المتحدثين فيه من اعترافات بقصور أوصل الأوضاع الثقافية والاجتماعية إلى حالة أكثر سوءاً من الواقع الاقتصادي. منح الشباب دورا فعالا أمر في غاية الأهمية ليشعروا أننا نسعى إلى آفاق جديدة. هناك ضرورة وحاجة لمنحهم دورهم في صناعة القرار كما الرقابة. ومع استمرار الاحتجاجات وإعلان النية بالإصلاحات، تحاول طهران ترميم المشهد مع الخارج. تنتقد ما تسميه ازدواجية المعايير الغربية، وتدعو إلى التفريق بين الاحتجاجات السلمية وأعمال الشغب، وتحذر من أنها سترد على أي عقوبات أو قرار يصدر عن الاتحاد الأوروبي ضدها. حازم كلاس، العربي، طهران. وينضم إلينا من واشنطن السيد براين فرايرنبورغ، رئيس تحرير موقع ريال كونتكست، ومن طهران فؤاد إزدي، أستاذ الدراسات الأمريكية في جامعة طهران. وأهلا بكما. وأبدأ معك سيد فؤاد من طهران، يعني بخصوص الانتقادات الأمريكية لطهران في تعاملها مع هذه التظاهرات. إيران اعتبرت ذلك تدخلا في شأنها، واعتبرت أن ذلك نوع من المؤامرة على الثورة الإيرانية وعلى الوضع في الداخل. يعني لماذا تتهم إيران دول الغرب بهذه الاتهامات؟ والأزمة هي أزمة داخلية تتعلق بسلوك الأجهزة الأمنية، وتتعلق بالفجوة الثقافية بين جيل الشباب والجيل الأول، جيل الثورة. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة الاستوديو لديكم في طهران هو في المنطقة الشمالية من العاصمة، وأنا أتيت من الغرب هذا المساء حوالي 45 دقيقة بالسيارة. لم أرى أي مؤشرات على وجود مظاهرات. الحكومة، هناك مسؤولون بالحكومة الأمريكية يحاولون خلق جو من الخوف أو الاضطراب والارتباك، يخلقون جوا بأن هناك كثيرا من المظاهرات، وهذا ليس حقيقيا، وهذه ليست الأوضاع على الأرض كما نراها في طهران. يعني لا توجد مظاهرات في طهران. Then there are no demonstrations in Tehran, sir. Sorry. Coming and supporting is to revive, try to revive.
يعني نعم، هذا المساء على مدى 45 دقيقة لم تكن هناك مظاهرات في الطريق. يعني يبدو يمكن أن يكون ضيفنا يعني قد سلك مسلكا آخر غير ذلك الذي تشهد فيه شوارع طهران مظاهرات، إذ أن هناك في الطرق في رسمي حتى بوجودها رئيس نفسها. لكن مع ذلك دعنا ننقل هذه النقطة لضيفنا في واشنطن سيد براين. أهل طهران وساستها على اعترافهم بأن احتجاجات ومظاهرات يشهدها الشارع، إلا أن رئيسي يتحدث عن إصلاحات ويتحدث عن أن الشأن بعد كل ذلك هو شأن إيراني داخلي. فلماذا تتحول أولويات واشنطن اليوم من شؤونها الداخلية والانتخابات النصفية ومسائل النفط وثم الملف النووي الإيراني لتتجه نحو الشأن الداخلي في إيران؟ الولايات المتحدة تتحدث عندما تكون هناك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في أي مكان من العالم بغض النظر عن المكان. وحقيقة الأمر أن هذه المظاهرات مستمرة منذ 3 أسابيع، والحكومة الإيرانية ترى ذلك وتعترف به وكانت تماطل ولا تستمع. لا أظن أن الموضوع الخلاف النووي سيحقق أي تقدم في الوقت الحالي، وأنهم غير مستعدين للعودة إليه في الوقت الحالي. ربما يكون هناك بعض الإيرانيين الذين في الحكومة يريدون البقاء في مناصبهم وأماكنهم، وهناك تقارير إعلامية تظهر من وسائل الإعلام الاجتماعي تشير إلى وجود مظاهرات على نطاق واسع، وأن النظام في إيران هناك 26 قتيلا من قوات الأمن، والمحتجون لا يغادرون الشوارع، يريدون التخلص من هذه الحكومة، يريدون التخلص من القمع، ويريد النساء أن يلبسن ما يحلو لهم من الملابس. ورأينا صورا للتلميذات في المدارس الثانوية تعرضن للضرب على أيدي رجال الشرطة، وكان هناك مظاهرات الرجال والنساء يرفعون يرددون شعارات مختلفة، وكلهم يعانون من اضطهاد الحكومة لهم وسوء معاملة الحكومة لهم. وإذا ما أردنا أن نقارن ذلك بما حدث في أوكرانيا عام 2014، فقد بدأت مجموعة صغيرة من الشباب، ولكن الحكومة استخدمت قوة. نعم، ولكن يعني الحكومة الإيرانية يعني تضيف مبررات ربما مختلفة لهذه المظاهرات، كما تفضل ضيفنا من طهران الذي يعني أنكر تماما وجود هذه المظاهرات التي اعترفت بها الحكومة، وجاء تعليقا عليها على لسان الرئيس الإيراني نفسه إبراهيم رئيسي بضرورة الحوار مع الشباب وأن يتخذوا مواقع في يعني أماكن اتخاذ القرار في إيران. هذا اعتراف بأن هنالك فجوة وأن هذه المظاهرات حقيقية وأن هناك تحديات تواجهها الحكومة الإيرانية في الداخل، وكلنا شاهدنا عبر الشاشات المظاهرات المختلفة في المدن الإيرانية، في الطرق، في الجامعات وما إلى ذلك. يعني لا سبيل إلى الإنكار. لكن الآن حديث الرئيس الإيراني، هل يعتبر نوع من التنازل، ربما تخفيف الضغط على طهران فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، وهو الملف الأهم بالطبع؟ Yes. نعم. سؤال لك. سؤال لضيفي من طهران، عفوا. Sorry sir, the question is to the most important thing for the people. Oh, I apologize. أنا أدرس بالجامعة في جامعة طهران، وأنا أشجعكم جميعا، وهي ليست بعيدة عن الجامعة، أدعوكم للحضور لترون بأنفسكم ماذا يحدث هنا، بدل من الاعتماد على مصادر إخبارية. يا سيدي، لدينا مراسلون في طهران ويغطون الأخبار لحظة بلحظة، وغطينا هذه المظاهرات في عدد من الجامعات الإيرانية. هذه الحقيقة الموجودة عندنا، لا نحتاج إلى أن نذهب إلى هناك.
هذه لم تحدث هذا المساء ولم تحدث، لقد وقعت خلال الأسابيع الماضية ولكنها تهدأ بالتدريج الآن، ولا بد من أن تقبلوا هذا، إنها تقل وتخفت وتقل، ويمكنكم رؤية ذلك بأنفسكم. وهذه هي النقطة التي أحاول أن أوضحها. المسؤولين تجاوز هذه النقطة الآن. أوكي. يعني الرئيس الإيراني، حديث الرئيس الإيراني، هل يعتبر نوع من التنازل أمام ثورة هؤلاء الشباب أو ربما أمام الضغوط الخارجية في هذا الملف؟ هي بيان للحقائق وللتأكد من أن الجيل الجديد من الشباب هم يرون الأهداف التي تود الدولة أن تحققها. وأيضا لابد أن نتذكر أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على إيران، رجال وشبابا وشيوخا منذ سنوات طويلة، وهم غير مهتمين في حقوق الإنسان في إيران. ولأنهم إذا كانوا مهتمين فعلا في حقوق الإنسان في إيران فلن يفرضون هذه العقوبات القاتلة على الشعب الإيراني. حتى المعارضين في إيران لا يرون أن المسؤولين الأمريكيين شرفاء ويراعون النزاهة في ما يقولون من تصريحات. شكرا جزيلا لوجودكم معنا من طهران، فؤاد أيزدي، أستاذ الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، ومن واشنطن براين فرينبرغ، رئيس تحرير موقع ريل كونتكست. شكرا جزيلا.